دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية خلصت السكرة مع جلسة امبارح واجت الفكرة، والفكرة من دون اي عناء بتقول انه الفراغ صار محسوم. الشي التاني المحسوم كمان هو الانفجار داخل 14 أدار، اذا قال الرئيس الجميل للدكتور جعجع هالدورة دوري. اما الشي التالت المحسوم فهو نجاح الدكتور جعجع بشن حرب الغاء هالمرة على احتمال ترشح العماد عون. بهالوقت سجل لبنان إنجاز على صعيد الرفق بالحيوان، واستحق إنه يجي بانكي مون شخصياً على لبنان حتى يقدم لنا هالجايزة. خلونا نشوف هالموضوع. تيك تك تيك تك تيك تك. هالو مستر نبيه بري. أهلاً سيد بانكي مون، يا هلا. أنا جئت باسم جمعية الرفق بالحيوان التابعة للأمم المتحدة حتى أقدم لك هالجائزة. جائزة؟ لإلي؟ لإلك كونك رئيس البرلمان اللبناني. ومن جمعية الرفق بالحيوان؟ نعم، لأن البرلمان اللبناني هو أول برلمان بالعالم بضم بين أعضائه حيوانات. بعترض، شو هالكلام هذا؟ لازم تفتخر، ولا برلمان بالعالم أدخل الحيوان إلى صفوفه إلا برلمان لبنان. يا سيد بنكي، هيدي إهانة لإلنا، شو عم تحكي؟ أنا فيي أرفع عليك دعوة قدح وذم. واي يا حبيبي واي، أنتم ما عندكن حمير بالبرلمان؟ حمير؟ نحن عنا حمير؟ ياه، مبارح النائب دوري شمعون قال إنه اللي انتخبوا داني شمعون وابنه طارق حمير. سو مش يعني في حمير بالبرلمان؟ يخرب بيتك يا دوري، كيف بتصير تدندلنا بكل مصيبة؟ طلعت علينا هالصيت، هلأ شو بدنا نعمل؟ ولك قل عطيونا جايزة من الرفق بالحيوان. هاتا أنا بخدها، ولا ما حدا يخدها. كيفك بانكي؟ ايه في حمير وفي كمان، عرفت شو يعني؟ اوه هيدي كلمة زعرة صح؟ اوه منتابع ديمقراطية بعد الإعلان. كريزا في معرب. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية، من بعد انتخابات مبارح والنتائج والأرقام صار في شي بمعرب مش ولا بد، شي بيتعلق بالدكتور جعجع شخصيا. خلونا نشوف شو هو، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. ألو ألو ستريدا، معك جورج عدوين، عم أحكيك من معرب. مأخرة لترجعي على البيت؟ إيه، لأنه الحكيم عامل كريزة ومش عارفين شو بدنا نعمله تيروق. أنا وأنتوان زهرة هون، بس ما فيي خبرك شو عم بيعمل. لا لا مش كريزة قلب، لا ولا كريزة أعصاب، تعي بليز ناطرك وشوفي شو بي، يلا بسرعة. هاي ورقة بيضة حكيم. غيرة. هاي ورقة بيضة حكيم. غيرة. هاي ورقة بيضة حكيم. غيرة. شفتي شفتي سدريدا شو عم يعمل الحكيم؟ صار له كل قبل الظهر هيك، قال ما بده يشوف بقى ولا ورقة بيضة بمعرب، جمعني له ياهن وليكي. هاي ورقة بيضة. لحظة، ألو من عمرياشي، فتش وبقبش كل المعرب زاوي وزاوي، ما بدي شوف ولا ورقة بيضة بقى. الفتفوتي الصغيرة جيبها وتعا. أوكي مرسي، يلا توني. هاي ورقة بيضة. شو قولك ستريدا، صار معه بالورقة البيضة لا سمح الله.
دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقت وتك ورا تك تك 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 تك